الجليل، سأذهب إليك لأسألك ما الجديد بالمقارنة مع مؤتمر زيلينسكي للسلام الذي انعقد دون روسيا، واعترفت كييف بأن هذا المؤتمر فشل. هل ستقبل أوكرانيا مثلا بالتنازل عن جزء من أراضيها مقابل السلام هذه المرة؟ البنود ميسون لا تزال سرية، لكن مصادر كثيرة حاولت كشف بعض بنودها. صحيفة بيلد مثلا قالت بأن كييف ستقبل بوقف لإطلاق النار في بعض مناطق الجبهة مقابل السلام، لكن إدارة زيلينسكي سرعان ما نفت نيتها التنازل عن أي جزء من أراضيها وفق الخطة الجديدة. ميخائيل بودلياك على قناة نستاياشيا فريميا أكد بأن أوكرانيا لا تنوي إطلاقا تجميد الحرب أو تجميد النزاع أو وقف النار بالمقابل التنازل عن أي أراضي لروسيا. خطة زيلينسكي أيضا تضم نقاط أخرى جديدة، هذه المرة ستشمل أوكرانيا ما بعد الحرب، ستتحدث عن الشق العسكري وأيضا الشق الاقتصادي، لأن أوكرانيا لا تنوي التوجه نحو السلام بشروطه الحالية، إذ لا تمتلك الكثير من الأوراق للتفاوض بها. بالعودة إلى مؤتمر زيلينسكي للسلام الذي لم ينجح حسب أوكرانيا، تنوي أوكرانيا هذه المرة وحتى شركاء ينوون استدعاء روسيا لحضور هذه الفعاليات، فعاليات المؤتمر الجديد للسلام، لكن يجب على أمريكا أولا أن تقبل بصيغة أوكرانيا. الصيغة الأوكرانية تتحدث عن شق اقتصادي، عن شق عسكري، عن شق جيوسياسي، وأيضا عن دعم عسكري بصيغ مختلفة، لكن الأهم أن زيلينسكي في بعض التسريبات أكد بأن إقليم كورسك سيكون جزء من هذه الخطة، ربما للمقايضة أو ربما للضغط أكثر بأوراق جديدة على روسيا. لكن الجديد في الجهة المقابلة، السلام يحتاج إلى قبول الطرف الآخر أيضا. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد بأن روسيا ترفض إجراء أي محادثات سلام الآن بعدما دخلت أوكرانيا إلى إقليم كورسك.